إن التاريخ الذي حدده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة يحملنا كأحزاب رائدة على الساحة السياسية باعتبارها أكثر الأحزاب تواجدا ميدانيا مسؤولية ثقيلة في إنجاح هذا الاستحقاق، ولا بد أن نتحملها بكل اقتدار حتى نبرهن للجميع أن أحزابنا بما نملكه من رصيد شعبي ملتف حول البرامج الوطنية الكبرى وحول جيشنا الوطني الشعبي حامي الوطن ومختلف وحول مصالح الأمن المختلفة.